بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السيشن بتاع حلقة النهاردة هنحاول نشتغل على اللاب. اللاب ده عبارة عن الجزء التطبيقي للكلام اللي احنا راح نتكلم عليه. هنحاول نتكلم عن زي ما احنا كنا شغالين يا جماعة في السيشنز اللي فاتوا لما اشتغلنا فيكسد ولما اشتغلنا فلويد. كنا بنقول ان في بروجكت واحنا نحاول نطلع له نتيجة. فاحنا معانا موقع في شوية مشاكل، في شوية غلطات، هنحاول نمنتج عليها، نعدل عليها علشان نطلع بنتيجة معينة. تمام، ده اللي احنا هنحاول نعمله. طيب هيبقى سويتشد او هيبقى مرفوع ابلودد يا جماعه، ملف مضغوط. الملف ده لما تفك الضغط من عليه هتلاقي فيه فولدرين، فولدر اسمه ويب سايت وده في الموقع تبعنا، وفولدر اسمه اكستراس وده في مواد ممكن تفيدك في ان انت تشتغل عليها وتساعدك وتسهل عليك شغلك. اوكي يا جماعه، تمام. الفولدر اسمه ويب سايت بمنتهى البساطه. في ايه من جوه؟ في اربع حاجات. السي اس اس فولدر، وده في ملف المين دوت سي اس اس، وده الملف الاساسي بتاع اكواد السي اس اس رولز تبعك. والفولدر الثاني ده فونتس، وده في شويه الفونتس اللي هي سبورت او اللي كانت مدرجه جوه الخط. انا عامل فونتس اوف لاين. الجانب الثالث في ايمجز، ده كان خاص بالايمجز الخاصه بالموقع اللي انت راح تصممه. الجانب الرابع ملف الاندكس، صفحه الاندكس اللي انت راح تكتب عليها الكودز بتاعها. اوكي تمام. الصفحه الثانيه اللي هي الاكستراس فيها شويه حاجات ممكن تفيدك. ايه هي؟ فيها ثلاث بريفيوهات. البريفيو الاولاني ده على الديسكتوبز، البريفيو الثاني على التابلتس، الثالث ده على سمارت فونز. ده الشكل النهائي للقصه دي. ملف الفوتوشوب ده يا جماعه في ايه؟ ملف الفوتوشوب بدأت فيه التقسيمه بتاعت كل الديفيجنز باساميها. ده هيساعدك كتير، كما ان كل ديفيجن واخد لون معين. فانت عشان تبتدي لو انت كنت تايه في ملف ال HTML ممكن تفتح ملف الفوتوشوب وتحاول تشوف القصه ديت. كما ان احنا استخدمنا ملف الفوتوشوب بدأت في ان احنا نوضح عليه الاستراكشر. يعني في الحلقات اللي جايه هتلاقي انا فاتح ملف الفوتوشوب وبقول لك والله الديفيجن ده عباره عن كذا وهو موجود فين في كذا. تمام، ده هتسال عليك وهتساعدك في شغلك. تمام يا جماعه. اوكي، ايه المطلوب من الناس؟ ان احنا نوصل للفينش فيرجنز ديت. الفينش فيرجن ده الجانب النهائي للتصميم. طبعا التصميم ده الملف اللي احنا موجودين عليه. طبعا هو مش ريسبونسيف وفي شويه مشاكل كتيره. ان احنا المطلوب مننا ان احنا نطلع التصميم على الفينش فيرجن بالشكل ده يا جماعه. تمام، بحيث ان هو يبقى ريسبونسيف. اوكي، ده بالنسبه للسكرينز ريسبونسيف وفلويد في نفس اللحظه. عند بريك بوينت معينه بيبقى للتابلتس، عند بريك بوينت معينه بيبقى ليه، عند بريك بوينت معينه بيبقى للموبايلز. تمام، اوكي، ده الفينش فيرجن احنا عايزين نطلعه من الى باستخدام الرولز او شويه سبيسيفيك سطور لاينز هنكتبها وهتتحدد فين في الجزء الخاص بالرولز بتاعت السي اس اس يا جماعه. اوكي، على ثلاث انماط احنا شغالين دايركتلي برضو على نفس السيناريو. نمط خاص بالديسكتوبس وده احنا واقفين عليه، نمط خاص بالتابلت، والنمط الثالث خاص بالموبايلز. تمام، اوكي. كده احنا وصلنا بشكل عام الكلام المطلوب من الناس. هرجع واقول نقطة مهمة جدا 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 يا جماعة، مسألة التعديل على الكود المكتوب خطوة مهمة جدا. في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. انت كديزاينر انت يا رب احيانا بيبقى مقياس قوتك ان انت بتعرف تقرا كود غيرك او تكتب كود غيرك او تمنتج على كود غيرك. في ناس كتير جدا ما بتعرفش لما تديلها سورس كود وما تديلها كود تحس ان هو تايه ومش عارف هو فين وموجود فين. عشان كده احنا حاولنا نقصر بشكل كبير يا جماعه في ملف في الحلقه ديت ملف الاندكس، وحطينا فيه كومنتات، حطينا فيه نقط كتير جدا. انت مش عاجبك الكومنتات بتاعك امسحها واكتب الكومنتات اللي تريحك في الكود بتاعك. تمام، المهم ان انت تاخد الابيليتي ان انت تعرف تمنتج وتعدل على كود غيرك وتشتغل على كود تاني. تمام، مش بنطلب من الناس ان احنا نشتغل على او نبني. في احيان كتير انا مش عايز اقول ان قلت ان انت تبني كود من الاول بيكون اسهل ان انت تعدل على كود غيرك، بس مهاره ان انت تعدل على كود غيرك ده امر مطلوب بشكل كبير جدا ومقياس قوه لاي ديزاينر ان هو يفهم الكود ماشي ازاي. شويه المهارات اللي انت راح تكتسبها بشكل عام من القصص ديت ان انت تحاول تعمل بريفيو وتحلل الصفحه، تستخدم الاسبكتور بتاع جوجل عشان تعرف انت فين رايح فين جاي من فين. نتقابل ان شاء الله باذن الله مع السيشن اللي جاي دايركت على طول و HTML بيج ستراكشر. ما تنسونا مصالح الدعاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راح نتكلم عن ال HTML page structure يا جماعه، الهيكله بتاعه ملف او صفحه ال HTML اللي هي موجوده معانا. راح نشرح اجزائها عباره عن ايه وبتتكون من ايه بالظبط وايه الاضافات اللي هي موجوده فيها، وعلشان نعرف كويس احنا بنتعامل مع ايه بالظبط في الموقع ده، ونعرف ننادي على الاجزاء ديت ازاي. ده اللي احنا هنحاول نتعرف عليه فين في الحلقه ديت يا جماعه. طيب سي ملف ال HTML اللي بتاعي يا جماعه الصفحه بمنتهى البساطه بتتكون من اربع اجزاء رئيسيه. خليني طيب انا اعمل بريفيو للصفحه في الفينش فيرجن، اقصد يعني في الشكل النهائي لما تكون ده الشكل النهائي للصفحه بتاعي يا جماعه. تمام، ده البريفيو المطلوب من الناس انها تحاول تعمله. طيب الصفحه بتتكون من اربع اجزاء رئيسيه يا جماعه. ايه هم الاربع اجزاء دولت؟ اول حاجه بتكون عباره عن الهيدر. تمام، طيب سيب الراحه. اول جزء الملف الشمل ده يا جماعه فيه مجموعه من الكومنتات اللي ممكن تساعدك. ادي بيقول لي فيرست بارت اوف فور بارتس، اول جزء من اربع اجزاء اللي هو بيكون عباره عن الهيدر، والهيدر الكومنت ليه بدايه وليه نهايه. تمام، ده اول جزء. الجزء الثاني عباره عن الناف بار، الجزء الثالث عباره عن الكونتنت، الجزء الرابع عباره عن البيج فوتو. دولت اربع اجزاء رئيسيه بيتكون منها الصفحه بتاعتنا دي. تمام، اوكي. اول جزء راح نتكلم عليه عباره عن البيج هيدر يا جماعه، دي بدايته وادي نهايته، هو مطوي شويه. تمام، اوكي. البيج هيدر مكانه فين؟ في ملف الHTML يا جماعه، في ملف الفوتوشوب بدايات. الهيدر بمنتهى البساطه يا جماعه هو عباره عن البتاعه اللي لونها ازرق. خلونا نلغي كل الكومنتات على اللي فات ده يا جماعه، اوكي. والهيدر بس هو اللي ظاهر معايا كده، المكان اللي هو واخد اللون الاخضر ده، الكلمه اللي هي مكتوب عليها كلمه ديسولف والكلام ده يا جماعه. تمام، ده الهيدر، ده ال HTML بيج هيدر. اوكي، من جوه منه في اتش جروب وفي اتش 1 واتش 2. طب بالراحه كده، هو ايه يعني؟ انا عارف اول سؤال بيجي في بالك، يعني ايه هيدر؟ طيب وجب التنبيه، لان في المثال اللايف ذات يا جماعه الراجل جيمس ويليامسون كان شغال على تاجز من اتش تي ام ال 5، وفي مجموعه كبيره من الاليمنتس بتاعت اتش تي ام ال 5 اضافت كفيتشرز زياده يعني، ومن ضمنها الهيدر ده. تمام، رايت. في الحلقه ديت هنتكلم عن مجموعه من الوصول الخاصه بال HTML 5 مور الامر اشبه ان احنا نحاول نتعرف عليها على سبيل البدايه بس، والتفصيل بتاعها هيجي في الكورس الخاص بال HTML 5 ان شاء الله باذن الله. بمنتهى البساطه، لو انت عندك موقع انترنت يا جماعه، المساله بتمشي في التطوير بتاع HTML 5 بيخلي الحاجات مور ديسكريبتيف، يعني المكونات بتاعت اجزاء الموقع بيخليها زي وصفه شويه للكونتنت بتاعها بمعنى ادق. الامر ده بيفيدني في ثلاث نقط رئيسيه. تمام، ايه هي النقط ديت يا جماعه؟ النقطه الاوليه الديسكريبتيف نيمز، ديات اني اوصف المكان اللي هيتحط فيه بوصف او باسم وصف بيدل على الكونتنت بتاعه. فانا بقول ده الهيدر بتاع الموقع بتاعي، هيساعدني في السيو سي سيرش انجن اوبتمايزيشن لو انا كنت عايز الاقي الموقع بتاعي، او في عمليات في الرانك في جوجل او ما شابه ليها دخل بالسيو. والجانب بتاعت السيمنتك ويب، ان الويب بيبقى دلالي، بيبقى عارف انت فين، عايز ايه، وهتعمل فيه ايه. ده التوجه العام اللي ماشي بيه الويب يا جماعه. فدي فايده القصه دي. الهيدر بمنتهى البساطه عباره عن واسمه زي واسم الديف يا جماعه. انت مش بتقول ديف اي دي او ديف كلاس وبتسميه هيدر او بتسميه هيد، ما يهمنيش، مش مشكله. اوكي، بيجي عندك ان اتش تي ام ال 5 سبيسيفيك تاج اسمه هيدر، وده علشان تحط فيه الهيدر بتاعك. لو عملنا بريفيو على المواقع الكبيره زي مثلا اليوتيوب يا جماعه، تمام، اليوتيوب واحد من ضمن المواقع الكبيره جدا، و بتلاقي فيه تقريبا اجزاء زي مثلا بتلاقي اجزاء ثابته، ومن ضمنها مثلا اول حاجه اللي هو بيكون عباره عن بتاع اللي فوق ديت يا جماعه. اوكي، زي مثلا ما احنا بنعمل لوجين على الفيسبوك، المثال على سبيل التمثيل، بتلاقي فيه حاجه موجوده في كل المواقع، او اسف في كل صفحاتهم، ده اللي هو الفيسبوك والسيرش، ده بنسميه الهيدر. نفس الفكره على تويتر، نفس الفكره على 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 الكلام ده يا جماعه. تمام، ده بالنسبه لي اول تاج اللي هو التاج بتاع الهيدر. اوكي، تمام. الجانب الثاني، طب يعني اتش جروب؟ اتش جروب ده عباره عن كولكشن اوف هيدنج، هيدنج جروب، مجموعه من الهيدنج، بدليل حاطط لك فيها اتش 1 واتش 2. التقصير بتاع العناصر ده هيجي في وقته يا جماعه. يبقى انا عندي هيدر
واخد اي دي مسمينه بيج هيدر، وده كل الكونتنت بتاعه ان هو عباره عن البتاع اللي لونها ازرق اللي من فوق اللي فيها حرف الدي لو مثبت الايكون وكلمه دي سولف ها والكلمه بتاعت فايل مش عارف ايه دي. تمام، ده اول كومبوننت معانا في الموقع ده. تمام اوكي، خلونا نطوي الهيدر يا جماعه وندخل على الكومبوننت الثاني سكند بارت اوف فور بيج بارتس عباره عن الناف بار. نفس السيناريو يا جماعه، الجزء الثاني عباره عن ناف بار، نشاور عليه فوتوشوب كده يا جماعه والناف بار ده خلونا نقفل الهيدر ونشاور على الناف بار. الناف بار ده عباره عن الجزء ده اللي واخد اللون الاصفر يا جماعه اللي فيه الجاليريز والجير والكلام ده اللي فيه شويه الايكونز وتحت منها في نص معين، ده عباره عن الناف بار يا جماعه. ناف بار بمنتهى البساطه معناها ناف بار، جاي من اسمها كده زي بمثابه قايمه، وفي مواقع كتير جدا بتلاقي فيها الناف بار ديت، وتقريبا نسبه كبيره جدا من المواقع بتلاقي فيها الناف بارز ديت يا جماعه. طيب الناف بار ده جوه منه هو انا استعوضت، انا كنت بكتب كلاس وبسميه ناف بار او قائمه راسيه ايا يكن يا جماعه. فنفس السيناريو ان اتش تي ام ال 5 مور سايمنتك جري ان في عندك واسم اسمه ناف، فاهمني؟ فدي الفكره بان انت ادرجت واسم سميته ناف اكزاكتلي بنفس السيناريو اللي انت كنت شغال بيه في الناف بار، كنت بتسمي كلاس او بتدرج ديفيجن وبتحط له كلاس وبتسميه ناف بار. هنا انا عملت ناف وحطيت فيلي وقال له العناصر بتاعي على شكل لينكات. المساله بمنتهى البساطه بيجت ايحائيه شويه زي ما بقول مور ديسكريبتيف يا جماعه، الاكواد بتجي توصف الكونتنت اللي هيتحط جواها ذات على سبيل التنظيم. فكره بمنتهى العام، الناس اللي بتعمل دي بمنتهى العموميه، الناس اللي بتعمل ديفلوبنج بتشوف المجال رايح فين وبتاخد النقط اللي ناس كتير جدا متفقع عليها وبتحاول تأصلها لهم تحط لهم ارضيه. ده على سبيل التيسير ان الديزاينر ما بيبقاش بيقعد يلف دماغه والكلام اللي بالك فيه، بيجي عندك مور ديسكريبتيف تاكس، عايز تحط هيدر خلاص ديسكريبتيف هنا، حط هيدر هنا، ناف بار خلاص استخدم واسم سبيشال فور ناف بار. ده التوجه العام للويب، الناس كل الناس كبيره جدا من الويب بيجز والويب سايتس بتلاقي فيها هيدر وناف بار وكونتنت وقايمه جانبيه وفوتر والكلام اللي بالك فيه، فعشان كده هم حطوا الوسم ده. الكونتنت الثالث يا جماعه، الجزء الثالث سيرد بارت اوف فور بارتس عباره عن الكونتنت سيكشن. رايت ان فوتوشوب الكونتنتس الكونتنت سيكشن يا جماعه هو عباره عن كل حاجه في الصفحه من اول الجزء ده. يعني انا لو حطيت كونتنت هنا مجموعه الالوان دي تمام، باستثناء اللون اللي تحت الاخير ده عباره عن الفوتور تمام، ده مش تبع الالوان ديت يا جماعه، ده واخد اللون القياسي لو تمام. يبقى الاجزاء الملونه دي كلها بنسميها الكونتنت، بمعنى ادق يا جماعه ده عباره عن ده عباره عن سيكشن كبير كنت بقول عليه، انا كنت بنسميه ايام زمان تقريبا كنت بنسميه او كنت بقول عليه مين، بس الفرق بان في مين ومين يا جماعه، كنت بقول مين علشان احط الموقع كله فيه، هنا لا انا هحط اجزاء معينه فيه فاحط الكونتنت اللي بيتحط في منتصف الموقع، الحاجات اللي هي مور تشينجبل انها تتغير بشكل كبير، الارتكلز والموضوعات والكلام اللي بالك فيه، حاجات اللي راح تتغير، الكونتنت الاساسي بتاع الموقع مش اظهر التحكم والتوجيه، مش حاجات ثابته في الموقع مش راح تتغير زي الهيدر والناف والفوتر، لا ده الكونتنت بقى هو ايه حاجات راح تتغير. عشان كده استخدمت واسم اسمه سيكشن. سيكشن يا جماعه واحد من ضمن اتش تي ام ال 5 اليمنتس الخاصه ب بمعنى بمنتهى البساطه عباره عن سيكشن هتحط فيه حاجات مختلفه تمام. الاصل فيها انها تبقى كونتنت، الاصل فيها انها ممكن تتغير كما انها ممكن تكون ثابته في احيان كتير تمام. رايت ده بالنسبه لقصه سيكشن دي. طب السيكشن ده يا جماعه بيتكون من ثلاث اجزاء فرعيه، خلونا نفتح السيكشن يا جماعه. السيكشن بيتكون من ثلاث اجزاء فرعيه يا شباب تمام. اول جزء فيهم عباره عن بانر، خلونا نفتح الملف الفوتوشوب يا جماعه. اول جزء في نفتح الكونتنت بتلاقي فيه بانر اوكي، خلونا ماشي نقفل على الكونتنت بانر. البانر ده يا جماعه لو واخد اللون الاحمر تمام، ده بمثابه بنسميه بنقول عليه او احنا هنسميه هنا بانر، وفي فيتشر ايمج صوره كبيره شويه وملف باراجراف على يمينها وكده تمام يا جماعه عشان انت ما تتلخبطش. ده هو عباره عن الاي دي، ده عباره عن الكلاس او ده ديفيجن، انا لسه بستخدم ديفيجن اسمه بانر، وده طبعا الباراجراف والعنوان اللي هم كانوا موجودين، طبعا الناس واخده بالها بان في عنوان صغير من تحت وباراجراف عليه تمام. رايت اوكي، ده اول جزء من اجزاء الكونتنت. الجزء الثاني عباره عن الليتست ارتكل تمام يا جماعه. الكومبوننت رقم واحد اهو، الكومبوننت رقم اثنين يا جماعه عباره عن الليتست ارتكل، الليتست ارتكل ان اتسلف، يعني لو انا بصيت كده هلاقي ان هنا البانر. الجزء الثالث عباره عن في ارتكل، الارتكل ده يا جماعه اللي هو اللي واخد الثلاث الحاجه اللي في الخلفيه دي
اللي واخده اللون الثاني الثالث، هم 3 اجزاء بصراحه كده تمام. خلوني افتحهم من جوه واقول ان الليتست اهو الحاجه اللي في الخلفيه خالص، لو انا شلت الالوان دي كلها وحطيت اللون ده بس يا جماعه ده الليتست. الناس فاهماني؟ يا رب تكون الناس فاهماني. الليتست اللي في الخلفيه اللي هو الرابر اللي حاول الكلام ده كله ما عدا السايد بار اللي على اليمين، اللون الازرق يا جماعه ده الليتست تمام. اوكي الليتست اتسلف نفسه كارتكل، يعني لو انا بصيت كده هلاقي ان انا عندي ارتكل اسمه ليتست تمام، جوه منه في هو اساسا اتسلف بيتكون من حاجات مختلفه او 3 اجزاء مختلفه. اوكي تمام، ايه اول جزء يا جماعه؟ عباره عن عنده عندي 3 سكشن، سكشن رقم 1 وسميه مش عارف ايه، وفي سكشن ثاني ومسمينه مش عارف ايه، وفي سكشن 3 ومسمينه مش عارف ايه، الله المستعان. المهم ادي اول سكشن معاك اللي هو باللون ده اللي هو الناحيه الشمال اللي اخذ اللون المارون ده او اللون الاخضر، السكشن التالت تحت منه اللي اخذ اللون الماجنتا، السكشن التالت اللي هياخد اللون الباجي، وكده يتغطى معايا الكونتنت اللي من ورا ده اللي هو كان عباره عن الليتست تمام. بقت ليتست تمام. اوكي انا كنت بتكلم على سكشن، المره دي الكلام الحديث عن حاجه اسمها ارتكل تمام. ارتكل برضو سيمبل او تاج من التاجز بتاعت اتش تي ام ال 5 اللي بتدل على كونتنت راح يتحط جواه تمام بمنتهى البساطه تمام. اوكي ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للكونتنت يا جماعه تمام. كده الكونتنت بتاعي بيتكون من، انا اتكلمت عن نقطتين، قلت هو بيتكون من 3 حاجات، البانر لغايه دلوقتي قلت بانر وليتست، الحاجه الثالثه عباره عن ايه؟ اسايت تمام. اسايت ان يوتيوب سي على سبيل الانستنس على سبيل التمثيل بتلاقي دايما اهو بتاع العجيبه اللي على اليمين ديت اللي فيها ايه؟ اللي فيها القايمة فيها السبسكرايبز واللايبراري والحاجات دي، ده اسمه عبارة عن سايت او سايت بار زي مثلا او اسف خلينا نقول شريط جانبي يعني تمام. فده يا جماعة وسم كان اسمه اسايت برضه مور ديسكريبتيف ان اتش تي ام ال 5، ده وسم اوريدي موجود معاك تمام. اوكي الاسايد نفسه اتسلف بيتكون من 3 نقط رئيسيه، اوكي زيه زي الايه اللي فوق منه بالظبط اللي هو الارتكل. الاسايد بيتكون من 3 نقط. اوكي طب خلينا نشوف ملف الفوتوشوب يا جماعه ونقول لو انا قفلت الارتكل وطلعت من ورحت وعمل انشو ورحت للاسايد تمام. الاسايد نفسه في الخلفيه، خلوني نحذف الكلام ده كله. الاسايد هو اللون ده كله، اللون البني ده هو عباره عن الاسايد، وانا كنت بقول ان هو بيتكون من 3 نقط. اه يا جماعه اول نقطه عباره عن من فوق الناف اللي واخد اللون الاخضر ده لازرار التحكم الانتقاليه الكاتيجوري ما فيها شويه بلاد كده. اوكي تمام ده الناف. الجانب الثاني السكشن الثاني اللي هو اللي فيه الصوره ديت يا جماعه اسم الديفيجن ده، انا كنت بقول ان اول نقطه في الاسايد عباره عن ناف وهو مسميها ارشيفز. اوكي وديت فيها ال اي وفيها سيلكشن منيو او دروب داون منيو اللي انا شغال ريسبونسيف، مره هعرض الليست ومره هعرض الدروب داون منيو. اوكي يا جماعه فخد بالك من الاسم بتاعها بالله فوكس عليه. ديت النقطه الاولانيه. السكشن الثاني عباره عن الكونت، هو مسميه كلاس ومسميه كونتست تمام. اوكي ده النص اللي فيه الصوره اهو حتى اسمه ذيس مانثس كونتست، النص اللي فيه الصوره. خلينا نحذف الناف ونحذف الاسايد ونوقف على السكشن ده بس اللون الاصفر يا جماعه ده اللي انا واقف عليه. اوكي السكشن الثالث بريفيوس كونتست، نفس الكونتنت بالظبط بس كان عباره عن بريفيوس كونتست، يعني هو نص كان فات شويه اللي هيتغير فيه بس ممكن تكون صوره او ما شابه يعني. اوكي تمام وكده بقى خلصت الاصايد يا جماعه. الاصايد طبعا ليه بدايه وليه نهايه، والثلاثه دول بيخلصوا لي السكشن كله اللي هو كان خاص بمين؟ السكشن كله اللي هو كان خاص بالكونتست. يبقى الكونتست عباره عن 3 اجزاء رئيسيه، اول جزء منهم كان عباره عن بانر، ثاني جزء عباره عن ليتست، ثالث جزء كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن اصايد، والثلاثه هم يا جماعه على مستوى واحد. اوكي الاصايد الليتست جوه منه عباره عن 3 اجزاء، فيلي وشيكاغو وان اي سي. اوكي تمام ده جانب، ده كمان ارتكل. الاصايد عباره عن 3 اجزاء جوه منه ارشيفز وكونتست وكونتست. اوكي تمام كده خلصنا السيناريو العجيب ده، ندخل على اخر جزء من الصفحه اللي هو بيكون عباره عن الفوتر اتش تي ام ال مثلا زي في المواقع المشهوره امثال فيسبوك ويوتيوب والكلام ده، بتلاقي حاجه الفوتر حاجه اللي برضه بتكون ثابته في نسبه كبيره جدا من الموقع وما بتتغير زي الكلام اللي هو احنا بيقولوا ده عباره عن ايه؟ عن فوتر يا جماعه. اوكي ده بنسميه فوتر. طبعا انا ماليش دخل بالكونتنت والسبسكربشن اللي بيحصل على اليوتيوب يا جماعه ديت فين؟ ظهرت على حسب الاعلانات يعني، فهو بيقول لي فوتر اي دي اهو حاطط لك واسم اسمه فوتر بمنتهى البساطه. القصه بتاعت الفوتر ديت
برضه مور ديسكريبتيف، انت عايز تحط هنا فوتر، وهنا الفوتر انا استخدمته بشكل وظيفي شويه. لو انا رحت الملف الفوتوشوب بتاعي عايز نشاور للناس على الفوتر يا جماعه، فهو الفوتر من تحت الجزئيه اللي واخده اللون الاصفر دي، فيها يعني محرك بحث وفيها صوره صغيره. اوكي ده بالنسبه للكونتنت او الاستراكشر بتاع ملف ال HTML اللي احنا راح نشتغل عليه كودين كده. انا وضحت للناس الاجزاء الرئيسيه اللي هي راح تستخدمها وهي بتمنتج على الكود تبعها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما اتكلمنا في السيشن اللي فات عن الجزئية الخاصة بال HTML structure، ملف ال structure بتاع ال HTML بتاعي، الجزئية ديت كنا بنعتبرها ضرورية جدا علشان المرحلة اللي جاية، المرحلة اللي أنا هكتب كود ال CSS بتاعي، تمام؟ هو أنا مش بصراحة إني أكتب الكود بشكل كامل يا جماعة، الغرض من القصة ديت بمنتهى البساطة إن أنت تحاول تعدل على كود غيرك، هيطلب منك سبيسيفيك تاسكس بالظبط بالملي، هيتحدد لك اللاينز بتاعت السطور اللي انت بالظبط راح تحدد فيها الكود اللي انت راح تكتبه، كما ان كل اللي عليك انت تحاول تختار القيمه، او حتى القيمه هتكون اوريدي متحدده، بس تحاول تدور على الاتريبيوت او الرول المناسبه لتنفيذ الامر ده، تمام؟ اوكي كان لازم نبتدي نشرح الاستراكشر بتاع ملف ال HTML علشان نعرف كويس خالص لما نيجي نكتب رول CSS احنا بنمنتج على ايه وايه بالظبط. في ملف المين CSS يا جماعه عندي ما في عندي شويه حاجات كده، اولهم الاتشار 6 تمييز الاتشار 6 يو تي اف 8 طبعا لاب ستيبس هنوضحها كمان شويه، CSS دوكيومنت دايت الكوبي رايت التوثيق للتوثيق كله يا جماعه يرجع للندا والجيمس اوليانسون 2011، اي نعم تاريخ قديم شويه بس اكشوال الكورس افكتيف جدا، افكتيف بشكل كبير جدا يا جماعه. الجانب الثاني كان خاص، هو الراجل ده عامل لك الكلر باليتات بتاعت الموقع، بيقول لك ال ده اسم الكود وهو عباره عن ايه، يعني ده دال جراي، ده مش عارف ايه، ده دارك تان، يعني الكود ودرجاته، ده الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها والحاجات ديت كومباتبل مع بعض يعني، تمام. الجانب ده جانب جميل جدا بصراحه. بعدين الراجل دخل على الفونتس، انا بحاول دلوقتي اتكلم عن الاستراكشر بتاع ملف في السي اس اس، تمام، ده اللي احنا هنحاول نعمل فوكس عليه. بعد شويه هتلاقيني بقول لك ايه مطلوب منك بالظبط في ملف السي اس اس ده علشان تمنتج عليه. الراجل ده هتعامل كومنت وحاطط الفونتس، لو الناس اخدت بالها الراجل ده هتعامل حاطط الفونتس قبل اي رول نكتبها في سي اس اس، جس وات يا جماعه. ومستخدم اد فونت فيس، الكلام ده اتكلمنا عنه. لو انت بصيت في ملف الويب سايت بتاعك هتلاقي ان في فولدر ومسميه الراجل ده فونتس وحاطط فيه كل الفونتس اللي هو مستخدمها جوه الملف. طبعا مستخدم اربع انواع من الخطوط، طبعا الناس ابتدت تعرف يعني ايه دبليو تي اف، يعني ايه اس اف جي، يعني ايه تي تي اف، يعني ايه او تي، الكلام ده طبعا احنا اتكلمنا عنه. هو معرف نفس الخط بس على اربع فيرجنز، يعني نفس الخط ده بس في ريجولار، هو بس اوبليك، هو بس بولد، هو بس بولد اوبليك، تمام. ومستخدم بعدين خط تاني، هو معرف الفونت الفونتس بتاعه قبل ما يكتب ملفات، قبل ما يكتب اي سطر في سي اس اس يا جماعه، وده جانب مهم جدا والناس تاخد بالها منه بالله يا جماعه. الجانب الثاني كان خاص بالجلوبال ستايلز، هنا بقى ابتدي هو بيبتدي يدخل على الجلوبال ستايلز بتاعه ملف الرول بتاع السي اس اس اللي هو راح يكتبها، تمام. وفي الجلوبال ستايلز يا جماعه الراجل ده اكزاكتلي بصراحه يعني ستاندرد كود، تنظيمه قمه في الروعه، قمه في الجمال. بيقول لك كل انا كل كومنت كل حاجه في الجلوبال ستايلز عامل لها كومنتنج، يعني هو كاتب لك الليمتد ريسيت، هو ريسيت بس ليمتد، تمام. ليميتد على ايه بالظبط؟ اللي احنا كنا بنقول والله من بدري خالص، ليميتد على العناصر اللي هو راح يستخدمها واللي هو راح يستخدمها بس يا جماعه، فعامل ريسيت على البادي والديف والسكشنز والكلام ده، تمام، ومارجن وبادنج وبوردر والكلام ده، تمام. بعدين الديسبلاي هو مستخدم طبعا عناصر اتش تي ام ال 5 زي ارتكل واسد وفوتر وهيدر واتش جروب وناف والكلام ده، عامل له ايه؟ عامل له ديسبلاي بلوك يا جماعه. بعدين مستايل الاي اللينكات واللينكات بالهوفر البريفيو. طيب اوكي، لو انت كان عندك مشكله في ان انت مش عارف
ده عبارة عن ايه وده هيروح فين. بمنتهى البساطة جاست انت تعمل ايه، خد الحاجة اللي انت مش عارفه واعمل لها كوبي كوبي وارجع على ملف الاندكس بتاعك واعمل كنترول اف لو انت كنت شغال على اتوم زينا، وهيجيب لك من تحت كده الويزارد بتاع الفايند وريبليس. لو انا عملت كنترول في وعملت فايند هيبتدي يلاقي لي بالظبط مكان الكلمه اللي انا كنت موجود فيها. يعني انا بسرش على كلمه بريفيو فبيديني ادي البريفيو اهو، وادي البريفيو اهو يا جماعه. اوكي فانت بتحاول تعرف بالظبط هي عباره عن ايه وموجوده فين. بتكمل القصه بمنتهى البساطه بان انت لو رحت على الويب سايت بتاعك، وده طبعا الفيرجن اللي احنا شغالين عليه، وعملت كليك يمين اون انسبكت الايتمز ديت، ورحت برده عملت كنترول مع اف علشان تحاول تسرش على حاجه معينه، دي كنترول مع اف، وبتبتدي تعمل كنترول في. جاست هو بيبتدي يقول لك والله هي موجوده فين بالظبط، في السكشن اللي اسمه فيلي عندك بريفيو، فانت بتحاول تشوف مكانها. طبعا لو انت كنت عامل سلكشن على الايتمز ديت، هو اول ما تروح على البريفيو هيبتدي يدي لك لايف بريفيو او معاينه حيه للمكان اللي انت بتعمل ايه هوفر عليه. التول ديت جميله جدا 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 جدا، وراح نحتاجها بشكل كبير جدا في الديزايننج بعدين لو حبينا نحلل اي جزء من اجزاء الموقع تبعنا. تمام رايت ده جانب. لو انت طبعا كنت دوت ومش عارف القصه راحت منك فين او جت منك فين، انا مش بنطلب طبعا الكلام ده، ومش بنطالب بان احنا مش بنطلب ناس ان هي تعرف كل كود هو عباره عن ايه. اكشولي الامر بمنتهى البساطه عادي جدا وسهل جدا ان انا اشتغل على كود وما اعرفوش كله، ممكن اشتغل على اجزاء معينه منه، وده اللي بنحاول نوصله دلوقتي. تمام انا لازلت في الجلوبال بس بقول الهيدر ستايلز، شايفين الناف ستايلز جميل جدا، الكومنتات والبانر ستايلز، يعني هو في الجلوبال نفسه مقسم نفسه لمجموعه كبيره من الكومنتات وبيقول ديت خاصه بكذا، الاستلاب بتاعتها عباره عن كذا، ده السين يا جماعه، ده السنس انت بتشتغل على كود ستاندرد كود قياسي ناس فاهمه شغلها كويس. تمام الجانب الثاني في الاسد طبعا ناس ما تتخض من الكلام ده يا جماعه، الكلام ده فيندور بريفكسز، الكلام ده مش كود مكتوب هاند رايتن يا جماعه عشان الناس ما تتخضش، وليه نهار ابيض احنا بصدد الحديث عن الفيندور بريفكسز يا جماعه، بس الكلام ده جنريتد اوتوماتيكلي في تولز اونلاين بتعمل جنريتنج الكلام ده. القصه كلها بمنتهى البساطه مكانها في الـ الزرار ده يا جماعه، الزرار ده عليه تاثير لاينير جريدينت، عليه تاثير تدرج لوني من اللون الرمادي للون الابيض، لما بعمل اوفر عليه بيتعكس القص. تمام اللي بيعمل لي جنريتنج على الكلام ده الفيندور بيرفكس. طبعا القصص ديت هنجي الحديث عنها ان شاء الله باذن الله، ده الفيندور بيرفكس خاصه بموزيلا، الويب كيت خاص ب على ما اظن جوجل وكروم، الاو خاص باوبرا، ام اس خاص بمايكروسوفت، علشان التاثير ده يظهر على كل البراوزرز بحاول اقنعها بانها تبقى سبورتد للكلام ده يا جماعه. تمام بس الكلام ده على كمان انه على الاولد براوزرز برضه بنوصل على نفس المفهوم، الكلام ده مش كود ريتن، الكلام ده ممكن نكتبه بايدينا بس في سي اس 3، الكلام ده مش بصدد حديث عنه دلوقتي اطلاقا، بس جنريتد اوتوماتيك بشكل تلقائي. تمام يعني في تولز بتولد الكود ده وانت بتنسخه بتحطه في نافذه المتصفح بتاعك، خلاصة الكلام. تمام بعدين يا جماعة تبتدي تدخل على اولك الموبايل ستايلز، ها الناس فهمتني، بعدين الموبايل ستايلز هتلاقيها، هتلاقي التابلت ستايلز، بعدين هتلاقي الديسكتوب ستايلز. اوكي جميل. اوكي المطلوب مني جنرالي بمنتهى البساطة، المطلوب منك في الاب ستيب ستيب. تمام سبيسيفيك لاينز، سبيسيفيك تاسكس مطلوبة منك على وجه الخصوص. اوكي في لاين 298 اول ميشن اول تاسك مطلوب منك ان انت تفنش الموبايل ديفايس ميديا كويري علشان يعرض لك على السكرينز اللي بيلو 481، يعني من 481 وانت ونازل، يعني بمعنى ادق الماكس ويدث بتاعك هيكون 480. تمام خلينا نكون دقيقين، هيكون 480. بعدين انت هتبتدي بدا من ايه في الرينج بتاع التابلت. ها اوكي لو نزلت على اللاين 298، نحاول ننزل احنا كده ونشوف القصه بتاعت 298 فين اللاين. ادي 298 يا جماعه في الموبايل ستايلز، عندي بالفعل ات ميديا رول بات اكشولي مش مكتوب فيها اي ريستريكشنز، فانت دورك ان انت تحاول تكتب الرول المناسبه هنا، يعني ها فاكرني اونلي او سكرين، انا بحاول اساعد الناس وهتبتدي تكتب الديفايس بتاعك اوكي، وتحدد الميديا رول بتاعتك، وهو عامل لك الستايلز بتوعك، هو عامل الستايلز يعني مش هيرسم لك، كل اللي عليك ان انت تحاول تكتب بس ها الريستريكشنز الرول بتاعت ميديا كويري، كمان هو مدي لك القيمه اللي انت راح تشتغل عليها. تمام عاين الموضوع، نفس الفكره، هو شغال على موبايل ستايلز مشغل برضه الكومنتنج جوه الموبايل ستايلز يا جماعه. اوكي ده الجانب، الجانب الثاني
على نفس السيناريو، فمش القصه بس مع التابلت، ومع التابلت هيدي لك رينج يا جماعه، تمام؟ مع التابلت مدي لك رينج من 480 ل مدي لك رينج. انت هتحاول تدور على اللاين وتكتب القيمه في اللاين ده يتفنش بس على الديسك توب، اوكي، على 768 يبقى طبعا المينويتس من 768 وانت وطلع، اوكي جميل. بعدين اونلاين في 467 في الموبايل ستايلز واللاين مش عارف مين تابلت ستايلز، هتبتدي تكتب السيلكتور اللي هيعمل لك هايدن للسايبر ارشيف جالري المنيو، هو الكلام على المنيو. طيب بمنتهى البساطه كده، لو انا كنت بعمل ريفيو للصفحه بتاعتي، اوكي، انا عندي مشكله في الارشيف جالري اللي هي دي. بصوا يا جماعه، ديت هي نفسها عباره عن دي، شايفين دي ميامي وبوستن الكلام ده، تو ميامي ودي بوستن الكلام ده موجود، تمام؟ فانت هتحاول في الديسكتوب فيرجن انت مش عايز تظهر دي، فاهمين يا جماعه؟ في التابلت فيرجن انت مش عايز تظهر دي، انت عايز تظهر دي بس يا جماعه في الموبايل فيرجنز بس، فاهمني؟ فده السطر اللي هو عايز يكتبه في السيناريو ده، يعني ده اللي انت هتحاول تظبطه، تدور على اللاين ده في اللاين ده بتاع الموبايل، فانت هتحاول تسمح بظهور المنيو، مش هتحاول، اسف يا رب، الدروب داون منيو مش المنيو، فاهمني يا جماعه؟ ده اللي انا عايز نقوله. انت اللي عليك طبعا هتحاول تدور تشوف الكلاس بتاع المنيو هو عباره عن ايه وفين، وتعمل له الديسبلاي بتاعه، الامر طبعا ايه يرجع لك بشكل كبير. الجانب الثاني اونلاين مش عارف كام، هتحاول تكتب السيلكتور اللي هيعمل لك هيخفي لك البول داون منيو بتاعت القصايد. نفس السيناريو يا جماعه في الديسكتوب، اوكي، ده اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه. يعني انت في التابلت، في الموبايل والتابلت، هتحاول تخفي البتاع الصغيره ديت. في الديسكتوب هتعمل عكس، هتخفي البتاع الصغيره وتخلي المنيو هي اللي ظاهره معاك. الجانب السادس ستارتنج اونلاين 430، عشان تبدل في الموبايل والتابلت ستايلز. لو الناس اخذت بالها الكلام عن الريبليس، مش هو بيقول لك انت هتحاول تبدل الصور بالسمول بالصور الاصغر منها في الدايركتوري بتاعك، تمام؟ هو بيقول لك ان انا معرف لك الصور الصغيره بانه حاطط لك عليها اس ام سيتي نيم، يعني ايه؟ طيب بمنتهى البساطه كده خلينا نشوف، هو عنده فولدر تاني غير الفونتس يا جماعه كان خاص بالايمجز، وفي الايمجز ذات هو مستخدم حاطط كل الايمجز بتاعه، اوكي تمام جميل. بيقول لك انا مقسم الصور بتاعي لحاجتين، صور هتشتغل على البي سي وهي ديت اللي هي العاديه اللي هي ما فيهاش اس ام، تمام؟ والصور الاس ام اللي هي سمول فيرجنز اللي بتشتغل على التابلتس وعلى الايه وعلى تشتغل على الفونز. فانت في الميديا كويري او في الاجزاء من الكود اللي انت لما تحتاج فيها تشتغل على تابلت او موبايل، فتستخدم الصور السمول فيرجنز، تمام؟ مش هتستخدم الصور الكبير. ايه الكلام يا جماعه؟ يعني بمنتهى البساطه هتلاقي مثلا عندك من كل حاجه حاجتين، زي ايه؟ زي ايه؟ طيب ندي مثال كده، جاليري، مثال على الجاليري بانر ده يا جماعه، تمام؟ الجاليري بانر ده يا جماعه كليك يمين وبروبرتيز عليه هتلاقي ان حجمه عباره عن 1000 دايمنشنز 1280 في 350، ديت مع الديسكتوب فيرجنز هتلاقي هو بس سمول فيرجن منه، اسمه سمول فيرجنز نفس الصوره بالظبط، بس لو انا عملت كليكيت عليها وجبت الديتيلز بتاعها هلاقيها اصغر شويه في الدايمنشنز بتاعها، فديت كومباتبل مع مين؟ ديت هتبقى متوافقه مع الموبايلز و السمارت الموبايل والتابلت، تمام؟ نفس السيناريو هتلاقي عندك فيلي، وهتلاقي فيه سمول فيرجنز اوف فيلي، هتلاقي فيلي 2 في سمول فيرجنز اوف فيلي 2، فيلي 3 سمول فيرجنز من فيلي 3، هتلاقي فيلي بانر، هتلاقي فيه اس ام من الفيلي بانر، فاهمني؟ فانت هتحاول لما الكلام عن الفيلي بانر يبقى انت بتتكلم على الديسكتوب، السمول فيرجنز من الفيلي بانر انت بتتكلم على التابلت وال التابلت والموبايل. ده المطلوب من الناس، الامر سهل جدا وبسيط يا جماعه. نتقابل ان شاء الله باذن الله في الحلقه اللي جايه مع السوليوشن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.